اختيار زميلي اللي احوج بونجور اللي عرفت من دون ما تقول لي ما هيك ومن دون بيستيانا بنبلش نهارنا اليوم معكم مشاهدينا بي ام تي في الايف. اكيد نهار الاحد مثل ما صرتوا معودين هو نهار اكثر هيك بميل لحتى يكون فني مع ميوزيكال مع ضيوفنا بي وول اوف فيم. مين عنا اليوم؟ اليوم بدنا نقول لكل اللي عم بيتابعونا عنا حلقه بتاخذ العقل من ميوزيكال. رح بيكون في معنا الفنان الكبير شربل روحانا واصوات بتاخذ العقل. رح بيكون في معنا جيلبير رحباني، رفع الريس وعيسى غندور. رح نعمل تحيه للموسيقار الكبير سيد درويش. وبي وول اوف فيم رح نتعرف على صوت اليوم رح نشوفه بالصوره السيده وفاء شدياء يلي رح نشوف ونحكي اكثر عن مسيرتها ايضا ونتعلم منها كمان مثل العاده الي شو الاشياء والخبايا يلي بتصير تحت الهواء بالاذاعات تحديدا. كمان نهارنا رح بيكون مقسوم بالقداس، قداس نهار الاحد اي ساعه تحديدا؟ على الساعه 11 رانيا رح ننتقل لزحله تنكون مع غبطه البطريرك اليازجي بنقل مباشر لزيارته لزحله والقداس مباشره من هون. ومباشره نحن رح نبلش معكم نهارنا بعد هالوقفه. خليكم معنا.